ومشاهدي الموقع الإلكتروني مساء الجياع، نتواجد حاليا ببيت فني للأستاذ عبد الواحد مجاهد، مخرج سينمائي والمخرج بالقناة الأولى بمديرية الإنتاج. أنجز ما يزيد عن 8 أفلام قصيرة، أولهم أيوب وآخرهم ميد إن موروكو صنع بالمغرب. حصد ما يزيد عن 37 جائزة أو لقب. من المرتقب أن يعرض فيلمه الأخير بالمهرجان العربي ببروكسل. سعد الواحد، سعداء بلقاء. شكرا أستاذ، ومرحبا بك عندي في المنزل ديالي. نعم، أنتم من الشباب السينمائيين اللي تستقرون حاليا بالهرورة، وراكم رئيس جمعية اللي إن شاء الله تفكرون في إن في واحد المهرجان بالهرورة. بلغنا بأنكم سيعرض فيلمكم الأخير أي صنع بالمغرب ببروكسل، لو تحدثونا عن هذا العرض. هو ميد إن موروكو أو صنع بالمغرب، هو فيلم قصير اللي تعرض مجموعة من المهرجانات وطنية ودولية، آخرهم كان تعرض في مهرجان ديال الداخلة، مهرجان ديال تطوان السينمائي، مهرجان ديال الداخلة، ومجموعة من المهرجان حاز على الجائزة الكبرى من مدينة المهرجان ديال سبو في قنيطرة، جائزة المدينة الكبرى. جات المشاركة دابا في مهرجان العالم العربي ببروكسل، اللي كتشرفني هو تختار مجموعة من الأفلام القصيرة اللي غادي يمثلوا المغرب في بلجيكا، وجا الدور أنه يخرج لبرا باش يشوفوا الجمهور العريض ديال لي زيميغري ديال المهاجرين المغاربة في بروكسل. وتنظن بان هو في حد ذاته الاختيار ديال الفيلم فهو تتويج، يعني بلا ما نوصلوا للجائزه كنقول بعدا غير من اللي تختار الفيلم، دونك كان هذه خطوه اولى كبيره اللي دارت في صنع في المغرب. نعم سعد الواحد، انت تنتمي او تنحدر من واحد الاسره فنيه، اسره سينمائيه، اشنا هو الهاجس او الانتظارات اللي كانت من هذا الفيلم هذا؟ الانتظارات هو ان كنا كنلاحظوا الفكره ديال الفيلم كيفاش جات، انا كنلاحظوا بان مجموعه من الناس المغاربه او العرب بصفه عامه فهما عندهم مجموعه من الاقنعه، يعني كتلقى التناقض اليومي في السلوكيات اليوميه ديالهم، بمعنى ان كل واحد كيمشي لشخصيه ما مع شخص ما. مثلا ان انا كشاب ممكن تكون التعامل ديالي مع الوالده ديالي تعامل في شكل، مع الوالد تعامل في شكل، مع المجتمع تعامل في شكل، مع اصدقائي تعامل في شكل، يعني ما كاينش واحد الشخصيه ثابته او قاره اللي كيمتاز بها كل شخص مغربي او عربي بصفه عامه. من هنا جات الفكره ديال الفيلم، حاولت انني نعري على الواقع المغربي من خلال التناقضات في اليوم المعاش، يعني ان كل واحد ما تيكونش هو، ديما كاين هو والاخر. نعم. في نفس الشخص. نعم. كاين انا والاخر. نعم. يعني كتعيش مجموعه من الشخصيات. نعم. كل يوم قلت انا علاش ما نحاولش ان الجمهور نوصل له كيفاش كيعيشوا هاد الناس، هاد الممثلين اللي لعبوا معايا والشخصيات اللي لعبوا معايا، كيفاش انهم كيعيشوا هاد التناقض هذا. نعم. يعني في الحانه كنشوفوا شخص معين، في المنزل كنشوفوا شخص، في الوظيفه كنشوفوا شخص معين، انا حاولت نعري على هذا الواقع ونزيل الستار على الواقع الاصلي ديال الشخصيات، يعني كاننا شخص واحد كنشوفوا الشخصيات مختلفه ولكن كنعرفوا بان ديك الشخصيه هي هذه الشخصيه المختلفه. دونك هو نوع من السيكولوجيه ديال الشخصيات ديالي. نعم كما اشرت سلفا سعد الواحد، البلدية ديال الهرورة أو التراب الجماعي ديال الهرورة يشكو من واحد الفراغ ثقافي قاتل. اليوم أنتم أسستوا إلى جانب واحد الشلة من الساكنة من الأبناء من الشباب ديال الهرورة، واحد الجمعية، وتعتزمون تنظيم واحد المهرجان. إذا النسخة الأولى كيفاش تشوفوا بأنها غادي تنمي الثقافة والسينما هنا بالهرورة؟ دونك في ظل سؤال جميل،
في ظل هاد السواد الثقافي اللي غنسميه واللي كاين في هروره اللي كيخيم عليها، رغم انها مدينه جميله وفضاء جميل بزاف وعدد مجموعه من الناس اللي كيتوافدوا عليها في جميع الفصول، يعني كل فصل وعنده الناس ديالو. جات الفكره انني بجانب مجموعه من الفنانين اللي عايشين في بلديه الهروره، قلت علاش ما نديرش جمعيه، ودرنا جمعيه اللي سميناها الجمعيه المغربيه للفنون بلا حدود، لاسوسياسيون ماروكان دي زارت سون فرونتيير. علاش هاد لاسوسياسيون هادي؟ قلنا غتشتغل في الحقل الثقافي في اشكاله والوانه، يعني في السينما، في المسرح، في مسرح الطفل، في الفنون التشكيليه. يعني حاولنا نخدموا اول دوره ان شاء الله غتكون عندنا قريبا، غتكون عندنا المهرجان الاول للسينما اللي غادي يتنظم هنا في مدينه الهروره، الى جانب مجموعه من الممثلين اللي غادي يكونوا خدامين معنا: رشيد الولي، هشام الولي، عبد الكبير الرقادمان، عبد المسناوي، هشام الازرق، مجموعه من الناس اللي غادي، ابتسام العروسي. دونك هاد الناس هادو كاملين غادي، اكيد ان هاد المهرجان هذا بويسكو شدوه ناس ديال الفن، يعني كنت متاكد بان الجمعيه غادي تضيف، دير واحد القفزه نوعيه في المجال الثقافي والفني في هذه المدينه هذه، باش تخرج من هذا الركود او الجمود الثقافي، يعني ما تبقاش غالب عليها غير كل ما هو سياسي او سياحي، يعني نحاولوا ندخلوا الثقافه لهذه المدينه هذه ويكون مهرجان باش الناس يستافدوا منه، لان ما يمكنش هروره ما يكونش فيها مهرجان سينمائي. نعم، سي عبد الواحد، كمخرج هادف تلامس القضايا الوطنيه، علمنا بان راكم منكبين على انجاز واحد الفيلم حول المسيره الخضراء، الخلفيه ديال هذا المشروع. الفيلم ديال المسيره الخضراء ماشي ديالي، هو ديال واحد الصديق اللي كان ميديا، انا غير طرف فيه، كنعاون كنحاول نعاون فيه ويكون مع ميديا. اما في الاعمال ديالي انا كنوجد دابا بصدد غنقدم الفيلم، اول فيلم روائي طويل غادي نقدمه للمركز السينمائي المغربي في الدوره ديالو الماجيه، باش على ود الدعم، راك عارف الدعم، وخاص عنده ميزانيه صحيحه، لان الفيلم القصه ديالو جميله جدا، وكنتمنى ان نحصل على الدعم باش نستطع ان نخرج الفيلم للوجود. نعم سي عبد الواحد، هل من رساله او كلمه اخيره لزوار الموقع؟ كنقول لهم بان بلا ثقافه ما يمكنش نمشيو لقدام، يعني ضروري الفن والثقافه هما اللي كيربيو النفس الانسانيه، يعني خصنا الثقافه، خصنا مسرح، خصنا سينما، خصنا قاعات، خصنا نشجع اولادنا باش يديروا موسيقى ويديروا مسرح ويديروا افلام، بس اوموان لان رساله نبيله، ما يمكنش تكون شي رساله اسمى من الرساله الفنيه، يعني نحاول نكونوا قراب للفن باش نستطيعوا اننا نزيدوا لقدام، وان نربيو اولادنا واحفادنا من بعد. إذا شكرا سعد الواحد